اختتمت في العاصمة البريطانية لندن فعاليات معرض السفر العالمي للسياحة، وذلك بعد 3 أيام من الفعاليات والندوات واللقاءات بين صناع السياحة من حول العالم. وشاركت مملكة البحرين بشكل فعال في المعرض تحت مظلة هيئة البحرين للسياحة والمعارض. المزيد في تقرير مراسلنا من لندن. ختامه مسك، هكذا لسان حال المشاركة البحرينية في آخر أيام من المعرض الدولي للسفر والسياحة والمقام بالعاصمة البريطانية لندن. خلال الثلاث أيام اللي فاتت والله الحمد تم عقد العديد من الاجتماعات مع ممثلي وصناع القرار من القطاع السياحة والسفر العالميين، وواحدة من هذه الاجتماعات بيننا وبين شركة فلايناس أدت إلى اتفاقية بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وشركة فلايناس. لله الحمد خلال الثلاث أيام اللي فاتت اللي صار خلال هذا المعرض يمثل استراتيجية هيئة البحرين للسياحة والمعارض اللي أطلقناها من 2022 إلى 2026. هذه الاستراتيجية تركز على استقطاب العديد من السياح لشتى الأسباب إلى مملكة البحرين، والله الحمد خلال هذا المعرض تلاقينا مع الشركات وممثلي وصناع القرار من الوجهات السياحية اللي الهيئة تركز عليها، منها المملكة المتحدة، جمهورية الصين، ألمانيا، الهند، وأكيد دول مجلس التعاون. عشرات اللقاءات الناجحة أجرتها الشركات والهيئات البحرينية المشاركة في جناح مملكة البحرين هذا العام، فيما توافد على الجناح البحريني مئات الزوار من رواد المعرض للتعرف على معالم السياحة والثقافة البحرينية. لقد التقينا بالعديد من صناع السياحة المهتمين بالاستثمار في البحرين. قابلنا أناس من المجر وسلوفاكيا والتشيك، بولندا ورومانيا، وأجرينا عدة صفقات للموسم السياحي المقبل في 2024 و2025، ونقوم حاليا بعمل نقاشات لصفقات محتملة مع آخرين يتطلعون للاستفادة من الفرص التي تتيحها سلطات السياحة البحرينية. المعرض كان رائعا وناجحا بالنسبة لنا، لقد التقينا بالعديد من العملاء الجدد، كانت الفرص عظيمة بهذا الحدث الهام في بريطانيا. سلطات السياحة البحرينية ساعدتنا في توصيلنا لعملاء جدد وإبرام صفقات معهم لتنفيذها خلال الموسم السياحي المقبل. ويعد المعرض الدولي للسفر والسياحة واحدا من أهم المعارض السياحية في العالم، حيث يشارك به أكثر من 140 دولة هذا العام، كما شهد تنظيم عشرات المؤتمرات السياحية شاركت بها أكثر من 3000 جهة مشاركة هذا العام بين هيئات حكومية وشركات سياحية. بنجاح كبير في الترويج للمنتج السياحي البحريني، يختتم وفد المملكة اليوم زيارته لمعرض السفر العالمي في لندن، تاركا وراءه طيب الأثر لرواد المعرض. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.